ألبومك الجديد أخباره إيه؟ ألبوم إن شاء الله مبدئيا إذا الأمور كانت منيحة يعني هو كان مفروض من أول الصيف، بس بسبب الأحداث اللي حصلت عندنا بلبنان وبسبب جائحة كورونا اللي عطلت العالم تم تأجيل. فإن شاء الله يعني بنتمنى أن الأوضاع تكون منيحة عنا ونقدر نصدر الألبوم على آخر السنة. لأني فاجئت الناس بأن أنت هتحضر أغنية شعبي جديدة وعايزين نعرف تفاصيلها. تفاصيلها ما في أقول تفاصيلها، بس بقول أنه في أغاني مصري وفي في فيديو أنا والوليد رح يكون ضمن الأغاني الجديدة. في أغنية ألحاني هي باللهجة المصرية باللون الشعبي، بس الشعبي الكلام حلو إذا بدك حتى ما نضيع الناس. فإن شاء الله رح تكون ضمن أغاني الألبوم. عصر حلاني ممكن نشوفه بغناء تترات مسلسلات رمضان؟ ممكن نشوفه في تترات مسلسلات رمضان؟ كله ممكن يعني لما يكون العرض مناسبني والعمل بشد انتباهي أكيد ما عندي. هل أنت ممكن تخش التمثيل السينما؟ إيه معاييرك لدخول السينما؟ أكيد بمعاييري هي أنه يكون في نص مقنع ويكون متناسب مع شخصيتي وأقدر يعني تكون الخطوة ناجحة، ما تكون خطوة مجرد أنه عمل سينمائي. فأكيد إذا بدي أفوت بهذا الخط لازم تكون مدروس جدا. عاصي الحلاني شايف أن برامج المواهب الغنائية أصبحت بيزنس لنجوم الفن؟ هي البرامج الهواة الفنية الهواة يعني هي موجودة من زمان، منا انه بس هلأ بالوقت الحالي. وهيدا الدنيا عم تتغير كمان، صارت هلأ من وراء الفضائيات والسوشيال ميديا صار في انتشار يمكن اوسع، وانا احد النجوم اللي شاركوا بالفويس بتعرفوا، انا كانت بأربع مواسم وبعدين بالفويس كتس كمان. فأنا حبيت التجربة وبعتبر أنه بالنهاية هيدا بيضوي يعني على مواهب بحاجة لنضوي عليهم. هلأ في كتار بيقولوا وين المواهب اليوم؟ المواهب نحن علينا نضوي عليهم، هني عليهم أنه يشتغلوا على نفسهم لحتى ينتشروا أكثر.